السلام عليكم شباب، وياكم مرتضى جليحاوي. واليوم عندنا موضوع اعلان شركة ون بلس عن جهاز جديد، ون بلس 5T. هذا الجهاز يمكن يكون التحسينات اكثر التحسينات نزلت عليه باطارات نحيفة اقل من اطارات الموجودة على الون بلس 5. هذا الجهاز يمتلك اطار من المعدن بشاشة 6.1 انش فول اتش دي بلس، تقنية اوبتيك اوموليد. طبعا هذا الجهاز يمتلك معالج سناب دراجون 835، يمتلك ذاكرتين، ذاكرة العشوائية الأولى 6 جيجا مع تخزين 64 جيجا، و 8 جيجا مع تخزين 128 جيجا. الجهاز سوف يتوفر يوم 21 نوفمبر. الجهاز يمتلك كاميرا أمامية 16 ميجا بكسل، طبعا بها تثبيت صوري، وكاميرتين من الخلف. الكاميرا الأولى 16 ميجا بكسل، والكاميرا الثانية 20 ميجا بكسل. كلا الكاميرتين تحوي على مستشعر من سوني، طبعا بفتحة عدسة 1.7، وهذه الفتحة كبيرة جدا. هذا الجهاز نقلت شركة ون بلس البصمة من الأمام إلى الخلف بمدخل USB Type-C، طبعا يدعم الشحن السريع ببطارية 3300 ملي أمبير، وهذه المصيبة. شركة ون بلس طبعا تتميز بسعر الرخيص ومواصفات القوية، شركة صينية غير متوفرة بالسوق، طلب على الانترنت، كلش حلو. سعرها نص سعر الأجهزة الفلاجشيب الموجودة في 2017. لكن هذا الجهاز أنا أشوفه يمكن بطاريته كلش قليلة، جهاز 6 إنش 3300 ملي أمبير، نفس النوت 8. طبعا هذا الجهاز النوت شاشته 6.3، نزلته 3300 ملي أمبير، ون بلس نفس الشيء شاشة 6.1 نزلت له 3300 ملي أمبير. يمكن أن يكون 4 ساعات ونص إلى 5 ساعات تكفي هذه البطارية استعمال مكثف على الإنترنت والاستعمال القوي بالألعاب. طبعا هذا الجهاز سوف يتوفر يوم 21 نوفمبر بسعر 500 دولار لل 64 و6 جيجا، وسعر 600 دولار أو ما يقارب 600 دولار لل 8 جيجا و 128 جيجا. طبعا إذا عجبك الفيديو اضغط لايك، إذا ما مشترك بالقناة اشترك بالقناة، دعما لنا، وفي أمان الله، وياكم مرتضى أجلي حاوي.